لغة الإشارة تحطم حاجز الصوت وتنقل السم إلى دائرة التفاعل المجتمعي، لذا أصبحت من الأهمية بمكان أن نضع هذه اللغة في أولويات الاهتمام من أجل ألا يشعر الأصم بأنه غريب في مجتمعه. بالعادة يعني احنا نشوف مثلا بالأماكن العادية جدا صعب بالنسبة حق ذوي الإعاقة السمعية نتواصل مع أي شخص عادي، حتى الشخص العادي مو قادر يفهم لغة الإشارة، فلفتة حلوة وجميلة منا احنا أن نتعلم أساسيات على الأقل حتى لو كلمات بسيطة أو جمل بسيطة شلون ممكن نتواصل مع ذوي الإعاقة البصرية. ترى هي لغة وصفية وجدا سهلة جدا بسيطة، ممكن أي شخص عادي يتعلمها ويتواصل مع الفئة هذه، مو شرط إنه يكون عندي أنا شخص يعني يكون من ذوي الإعاقة السمعية على أساس أتعلمها، لا بالعكس يعني ممكن مع أتواصل مع أي شخص. دعوات كثيرة لإطلاق مبادرات كبرى للاهتمام بلغة الإشارة لتسهيل التواصل مع فئة الصم والبكم وجعلها ركيزة أساسية في المصالح والدوائر الحكومية التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة. الإعلام هو اللي وصل خدمة الدولة ليشتري الأصم ولا الأصم نفسه لنا. الإعلام عندنا في الوطن العربي ناقص ونشاطه ناقص، ما يحضر مؤتمرات الصم، ثاني شيء مدارس الصم ما حضرها، ثالث شيء متجمعات الصم في نوادي وفي مراكز وفي هنا ما يجي فيها الإعلام، ما ينسيها لنا، يروح في أطراف يجيبنا أخبار من أطراف الدنيا، أطراف الدنيا ما تعنينا في شيء ولا تخدم الصم. بلغة الإشارة نستطيع أن ندرك أيضا كافة الصعوبات التي يواجهها التلاميذ الصم في الفصول الدراسية لتزداد فرص تعليمهم العالي وفرصهم الوظيفية. شو الأسرة هي قدرت أن هي تفهم شنو مشكلة الطالب وبنت الوقت اللي اكتشفوا فيه هذا الخلل. النقطة الثانية راح نروح حق المعلم، هل هو المعلم قادر على أنه هو يفهم شنو احتياجات هذا الطالب؟ الطفل اللي عنده مشكلات بالسمع دائما تكون بأنواع مختلفة وبحدات مختلفة، فإحنا لازم كمعلمين وكمرشدين نعرف شنو هي الحدة ولغاية أي مستوى هو واصل فيها عشان نقدر نتعامل معه. تعلم لغة الإشارة وإن لم تكن أصم نظرا للحاجة الكبيرة لنشر هذه اللغة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.